اخي لسه ما نمت؟ مو جايني نوم. يعني عمتي والله حاسه باحساسك. بس لا تاخذني يا اخي، انت الغلطه. بشو غلطه؟ شو بشو؟ مو انت اللي رحت طوعت اولادك وتجوزتها؟ يا اخي يا حبيبي، انا لي نظره بهالعالم، سبحان الله، هالمخلوقه اللي اسمها ام لولو من اول ما شفتها ما ارتحت لها. عرفتها انه بالهموتيه ومصلحجيه وحاط عين عليك. مالي متضايق من هالموضوع. اي سكوت سكوت عزمي، هلا بدك تعرفني عليك، لك حافظتك بس ولا يهمك، الف مره بتبوس ايدك لتتجوزها، وانا هلا رح لاقي لك بدل الوحده 100، ومن بكره رح بلش دور. رجعتي اختي، كل اللي صار ما اقتنعتي ان الاولاد ما رح يخلوني اتجوز؟ ليش ان شاء الله رح نمشي على كيفه ونرد عليه. لا حبيبي، هالمره رح نعملها على السكيتي، وما رح يدروا الا وانت متجوز. الله يوفقك شكريه، ما عدت متحمل، كفاها الله. هي جربت حظي مره ثانيه وفشلت، خلاص ما عدت طلع بمره ابدا. ايه بعد لي حمى، شو نويت تدفن حالك بالحياه؟ لا والله، اذا انت رضيت انا ما برضى. ربحي لك ربحي وما ربحي. اتركني اتركني هلا بتروح بشوي بشوي ادخل بشوي بشوي. لك ربحي ومو مصيبة ربحي. لك ربحي مصيبة مصيبة ربحي. لك ربحي شو 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 شوفي شوفي شو شوفي شو. ما حد فيه. لك مصيبة. شوفي شو صار. عندك رجعت تحكي مع ابوك موضوع الجواز؟ لا تقولها. اي والله. نعم. اذا مالك مصدقني قوم اسمعهم لساتهم عم يحكوا. قولي. انا عم تجلك مقتنع انه ما راح تجوز مره ثالثه. ليش شو عرفتك من اللي بيقولوا بتعتبرها جوازي؟ لا والله. على كل الاخير الصباح رباح وبكره بنحكي. تمام. صبحي صبوحتي. بدي نام. قوم نحكي، ما بدك تحكي. ما بعرف احكي، بدي نام. ايه خليني على الحظ، قوم افتح اضرب حظي. شو بدي خاف منك انا؟ شو افتح؟ ما عم يفتح الباب. اي انا قافلته. على فاضي ما لزك. لك حاجة تنقر نقر راسي شبعك ولا؟ ليش عارفين باب؟ شو دخلك انت؟ يا زعران. خلاص لك عيب عليك، بعد لك عمار. فو 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 فو. لا من لحقي يا ما من لحقي. عمتكم تجوز ابوكم وابوكم رح يوافق ها؟ شو عم تحكي ربعي؟ يستر على العرضة. معقول عم ترجع تفتح موضوع جواز مع ابوك؟ لكن انا ما صدقت هالشيء، بس سمعته باذني. هي نعم. شو العمل هلا؟ شو بيعرفني؟ لازم نعرف عمتك عشو ناوي بالاول. شو لولو وحكي شي كلمه. انا ما ريح اشارك معكم، انتم بتعرفوا وضعي. هلا اذا ساعدتكم بدكم تقولوا مشان امي. وانت اول واحد حيقولها ربحي. لا لا ما راح احكي شيء، قولي. ما بدي، ما ريح اشارك معكم. يا عم اعتبروني ماني موجوده. لك شو مو موجودة؟ أنا مو موجودة. لك انت من عظام الرقبة من هون احكي. اخي انت شو دخلها؟ اعتبرها ما انا موجودة. نامي انت ما دخلي. عم بحكيك لانه انا نامي. المهم هلا ما تفزتي علينا. لا مالي حارس ود عليكم. طيب بكره لازم ما نروح على المدرسة، نعرف شو حتعمل. لازم بكره ما نروح على المدرسة؟ لازم ما نروح على المدرسة؟ ايه ما نروح على المدرسة، بكره كلياتنا مرضانين، ما هيك؟ موافقين؟ موافقين. ايه يلا روح شوف لي عندك ويا صاري يلا. نعمل بالصالون. وهلا شو كيف نطلع؟ قولي كيف نطلع؟ لا وطا لا وطا.
لا زحف 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 على مالكم. لا اهم شيء ما تزقوا شيء. يلا 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 صبوحة قوم نحكي، خلينا نحكي قوم نحكي. لك بدي نام. ايه نام طب حبي مششع. في شغلة نسيت احكي لك يا يا لطيف. قوموا يا حلوين يا حلوين ربحي وحراك الشر. قوم قوم بالغلظة عمتي. اساسا انا اليوم مو قايم، في مسيرة وما بدي روح عليها، عفي عني. عف عنا. ايه تصطفي تنباع بالعزلة. تقوم فتحي قوم تقبرني. قوم حبيبي فتوحة. قوم امي. يلا شو بك تقبرني؟ شو بك؟ عمتي بطني بطني كتير كتير عم يجعني، كتير 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 عم يجعني. قولي على بطني. إلهي ورجيني في سخونة. لا الحمد لله ما في سخونة. جيب لك دكتور أمي. لا لا عم شو دكتور، هو عم يجعني شوي بطني يعني ما بس ماني قدران أم. يا لا عمتي كان جيب لك حبة تغطى 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 تقبرني تغطى. يلا يلا صبحي. لك صبحي يا على عيونك ليش ما عم ترد؟ صبحي بفتح الباب. لك صبحي. شو بدك عمتي تعبان؟ شو بدي قوم بقى؟ شو بقى؟ تعبان كثير انا، حتى سألين ولو طول اللي واقف على رجلي. روح روح لك روح انت ومرتك لقطك. يلا روح من خلقتي. يلا شو وينهم؟ ما فاقوا؟ صبحي حصرتي تركه بحاله تلفان، قصدي من وقفة مبارح. وربحي عنده مسيرة ما رح يروح، وفتحي اضرب قلبه عم يجعه بدي لاقي له حبة. يا عم مسلو شكري يا عم مسلو، قليلن ابوكن بيقولكن قوموا. لا ما رح قلن، اتركن اليوم يرتاحوا. قليل اللي صار فيهم مبارح لك اخي، اروح انت. لشو الحبة اذا القصة تمثيل؟ يلا اذا انبلعت ما رح تضر. يلا ابو حمدي قومي نترافق سوا. ان شاء الله دايما يا ابو صبحي. صحتين. بدك مني شي عنده؟ سلامتك حبيبة قلبي، إن شاء الله بعيشوا هالإيدين. روحي نشري يا ماما. إيه على عيني تكرمي. ألو السلام عليكم أبو حمدي. شو وصلت؟ اي منيح. وينك؟ شو بدي قلك، انا مبارح حكيت مع اخي بالليل وانت نايم ما حسيت. خزيت العين. انت على ايش بتحس؟ اي والله لو ضربوا بمبة فوق راسك ما بتحس. هلا المهم بتحمل حالك وبتروح لعند اخي وبتقنعه انه انا لاقي له عروس. ايوه برافو عليك. بس وينك؟ بدي اقول لك لا تقول انه انا قلت لك ورحت له من جونك.
شو معنات من قونا؟ كان قامتي لك إمتى بدك تتثقف؟ آه تطرقني يوم لخدتك. إيه؟ ما بدي إياك ترجع تقلي ما وافق. هو بيتدلل بس بيحب يسمعها من حدا تاني. لا أنا مالي بقياني هون، راح على البيت. لك وعد المباحث بدهم يجوا لعندي الساعة 11 مشان يساعدوني بتعزيل البيت. إيه إذا بدك يعني اتصل فيني لهون. لك يا لطيف شو بتلعي؟ يلعي قلبك، لعيت لي قلبي خلاص بقى. هلا احمل حالك وروح، مو تقول لي انشغلت. يلا محمد رسول الله. لك انتو هون يا على عيونكم الهي، يا على عيونهم شو مغلبيني.